بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المجاهدين محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد، فنحن الآن في قلعة من قلاع أهل السنة، في قلعة من قلاع الصوفية، في قلعة من قلاع المجاهدين الذين بهم نفع الله العباد والبلاد، وعلى أيديهم كان طرد أعداء الوطن وأعداء الله سبحانه وتعالى، الاستعمار الفرنسي الاستيطاني الذي خرب البلاد ودمر الأرض وأحرقها، الذي قتل ملايين الخلق، مع سيدي الشيخ بوعمامة، وهو من نسل سيدي أبي بكر الصديق. أما نسبه العلمي فهو ينتهي إلى سيدي عبد القادر بن محمد المعروف بسيدي الشيخ، وهو فرع من فروع الطريقة الشاذلية. ينتهي إسناده إلى سيدنا أبي الحسن الشاذلي رضي الله تعالى عنه. أبو الحسن الذي جعل مدرسته في الإسكندرية رباطاً على الثغور، حيث سمعوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: عيناي لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. فأرادوا تطبيق هاتين الفضيلتين بالرباط في سبيل الله مع الخشية لله سبحانه وتعالى، فهم في النهار فرسان وفي الليل رهبان. سيدي بوعمامة معروف لدى الجزائريين وكثير من الناس من خارج الجزائر لا يعلم هذا، خاصة أن هذه الصفحة طويت. هذا الرجل المجاهد البطل من هذه القرية انطلق، وهنا قصره، وهذا الآن كما ترون قلعة مسقوفة من جذوع النخل، يعني بطريقة بسيطة، مادة عازلة للحرارة في الصيف والبرودة في الشتاء. انطلق من هذا المكان والناس يمدونه، وقام بالصلح وبالجولات على القبائل بحيث كان يصلح بينها ويجمعها إلى العدو الحقيقي. قبائل العرب كما تعلمون، أو العرب مع الأمازيغ، يحصل ثار، يحصل أشياء من هذا، ويحصل عدوان داخلي، وأحيانا ربما يكون الاستعمار له يد في توسيع هذه الفتن. الشيخ كان يصلح بين القبائل، كان يجمع القلوب لتتوجه إلى العدو الحقيقي، يوجهون الناس إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا هو التصوف الحقيقي، صدق التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، بحيث يكون المقصود هو الله، إذ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انطلق من هنا وقام بقتال الفرنسيين في معارك كثيرة دامت مقاومته 23 سنة، حتى لقي الله سبحانه وتعالى على طريقة سيدنا خالد، حيث مات في فراشه بعد المعارك الطويلة، وأبرزها 5 معارك طاحنة ضد المستعمر. هنا في هذه الزاوية نسب الشيخ، هنا بعض الصور، هذه الأسلحة التي كان يستخدمها الشيخ رضي الله عنه ورحمه الله، هذه الأسلحة البسيطة، الحمد لله أنها جمعت والدولة تهتم بمثل هذه الأشياء. وله مقولة مشهورة يقول فيها: لو أمرتني فرنسا بقول لا إله إلا الله لما قلتها. نحن لا نستجيب لفرنسا، نستجيب لرب العالمين، هو الذي يأمرنا بلا إله إلا الله. والمستعمر حتى لو أمر بشيء ظاهره حسن يطلب من ورائه أشياء قبيحة، وبقي مقاوما مجاهدا مرابطا في سبيل الله سبحانه وتعالى حتى لقي ربه، وقد قال لإخوانه وأحبابه وهو يحتضر، قال لهم: إذا سمعتم رنين الرصاص من قبري فاعلموا أني أقاوم الفرنسيين في قبري. هؤلاء هم الرجال الأبطال الذين خلد التاريخ ذكراهم، والله سبحانه وتعالى لا ينسى أعمالهم. هؤلاء يمثلون صورة الجزائر الحقيقية الحضارية في عقد الأشعري وفقه مالكي وفي طريقة الجنيد السالكي. فرنسا الحقيقة رغم المجازر لم ترتح يوما واحدا في هذه البلاد المباركة. بدأت القصة مع ثورة الأمير سيدي عبد القادر الجزائري القادري ثم الشاذلي،
وهو هذا خبر متواتر لا يمكن إنكاره، حتى حينما حضرته الوفاة أمر أن يدفن بجوار سيدي الشيخ الأكبر الشيخ محي الدين ابن العربي، وله كتاب المواقف، هو عبارة عن كتاب صوفي. هنا بعض الصور، وهنا هذه القلعة، صورة القلعة من الخارج. الدولة الجزائرية مشكورة حولت هذا المكان إلى متحف لآثار الشيخ وأعمال الشيخ، وهناك مخططات وأشياء. تبقى هذه الأشياء خالدة ما توالت الأيام. نلاحظ أن الفرق الضالة لم يكن لها أي جهد تجاه العدو الخارجي، كان همها الأكبر هو تثبيت أقدامها في بلاد المسلمين. يكفرون المسلمين ثم يحاربونهم بعد ذلك، يعلمونهم التوحيد على أساس أننا كنا نعبد ذات العزة، نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هؤلاء الرجال هم الذين استطاعوا توحيد الصفوف للعدو الحقيقي الخارجي الذي يريد استئصال شأفة المسلمين. وقد خطر في بالي اليوم سبحان الله وأنا في طريقي إلى هذا المكان، قلت ماذا لو كان هذه الجماعات التي تكفر المسلمين وتفجر مساجد المسلمين لو كانت في أيام الاستعمار الفرنسي؟ قطعا لن تتحرر الجزائر، وقطعا سيقتل الناس بعضهم بعضا. والآن الأمر يتكرر في رباط المرابطين في غزة الأبية وفي فلسطين السليبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم وأن يتوج جهادهم ورباطهم في سبيل الله بالنصر، وهو آت لا محالة، يعني واقعة واحدة وهي واقعة 8 أيار سنة 45 دفعت فيها الجزائر 45,000 شهيد. تصور 45,000 شهيد في يوم واحد، في يوم واحد. يعني الحقيقة في تسجيل سابق قلت 4-5 مليون شهيد، لامني بعض الناس وقال لا، هناك دراسات توصل تزيد عن 10 إلى 13 مليونا، بل عدد سكان الجزائر حينما دخل هذا المستعمر الهمجي البربري، حينما دخل هذه البلاد عدد سكان الجزائر 10 مليون، وخرج بعد 130 سنة وعدد الجزائر 8 مليون. يعني هل يزيد أو ينقص؟ كانوا يستخدمون حرب الإبادة التي تعرف بالأرض المحروقة، وهي سياسة متبعة لدى الفرنسي بالذات. المستعمر الفرنسي هو أخبث أنواع المستعمرين. الله سبحانه وتعالى نصر الجزائر، الله تعالى حفظ الجزائر، الله سبحانه وتعالى بارك بالجزائر ببركة هؤلاء الرجال. طبعا كل هؤلاء الذين نتحدث عنهم هم من نسل الفتوح الأولى الذين جاءوا مع الفتح الإسلامي، الذين أولاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كالسادة الأدارسة، يعني سواء في العصر الأول أو بعده بقليل في عصور السلف، وأبناء سيدنا أبو بكر الصديق، وكذلك سائر القبائل الإسلامية التي جاءت مع الفتح الإسلامي لهذه البلاد فاستقرت واستوطنت وبقيت في رباط. نشروا العلم، نشروا التدين، نشروا التقوى، نشروا الانسجام والسلام. أسأل الله تعالى للإمام المجاهد سيدي بوعمامة المزيد من الرحمات والمزيد من الفضل، إنه سميع قريب مجيب. طبعا جهاد سيدي بوعمامة يمتد ما بين الجزائر والمغرب، وقد دفن في بلاد المغرب، وهناك له زاوية معروفة، والتقينا ببعض أولاده في بعض أحفاده في هذا المكان. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.